أكد محافظ القليوبية أيمن عطية أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول. وخلال جولة قام بها محافظ القليوبية لعدد من المشروعات التعليمية بمدينة توخ، شهد عطية وضع حجر أساس وتفقد 13 مشروعا خدميا بتكلفة 1.3 مليار جنيه في قطاعات الشباب والرياضة والمياه، مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية. ابتدينا طبعا في مركز توخ، مركز مدينة توخ، لأن دي طبعا واحدة من أكبر المراكز اللي موجودة في المحافظة كحجم التطوير والمشروعات التنموية فيها، حجم ملموس وكبير متنوع، في خدمات كتير لأهلنا في مدينة توخ ومركز توخ، ما بين خدمات المية والصرف الصحي كلها شبكات في مناطق يعني كان صعب الوصول ليها، إنما الحمد لله تضافر الجهود وقدرنا نوصل ونوصل الخدمة لأغلب أهالينا في توخ.